أهلا متابعين موقع صدى البلد، نعرف دلوقتي أسعار الدواجن، الفراخ البيضة والبلدي والأحمر والأنانب. عرفني نفسك. بلال، عايزين نعرف النهارده اسعار الفراخ وصلت كام، البيضه عامله كام؟ فراخ البيضه النهارده 85، والفراخ الحمراء النهارده عامله 120، والبلدي النهارده عامل 110. انا شايف ان انت عندك ارانب، النهارده الجوز عامل كام؟ وصل الارانب النهارده بالكيلو، الكيلو ب115، الكيلو وصل 115. تمام، عايز اعرف طب الاجبار اكتر بيكون على الفراخ البيضه ولا الحمراء ولا ايه بالظبط؟ لا، اكتر على الفراخ البيضه. ليه بقى؟ الفراخ البيضه ان هي سعرها برده بتنين شويه، والفكره ان انت بتطلع منها وراك وبانيه وكبد وانس، فالزبون بيجي يشتري فراخ اكتر فراخ بيضه. كيلو البانيه النهارده وصل كام؟ البانيه النهارده ب 190. 190. طب الكبد والقوانص بقى والهياكل؟ الكبد والقوانص ب 100، والهياكل ب 35، والوراك ب 90، والاجنحه ب اللهم صل على سيدنا محمد، الاجنحه ب 65. تمام، كده المفروض ان اسعار الفراخ يعني سعرها نزل. هي نزلت شويه. كان سعرها كام طيب؟ مثلا من حوالي يومين او ثلاث ايام مثلا؟ يعني من ثلاث ايام بالظبط كانت ب 95. 95، فهي يعني انت شايف ان هي ايه كل شيء بدات تنزل، هي يعني كده سعرها كويس اهي، وان شاء الله ربنا يسهل تنزل كمان وكمان. طبعا الاعلاف لما بتغلى بيتزود سعر الفراخ. ايوه طبعا، بتزيد الفراخ مع لما العلف بيغلى سعر الفراخ بيزيد. طب هل بيفرق سعر الفراخ في الشتاء عن الصيف؟ لا ما بتفرقش، هي عادي. هي ما لهاش حل. يعني ما لهاش علاقه كموسم صيف او شتاء؟ لا ما لهاش علاقه. هي عادي. تمام، شكرا حبيبي. شكرا متابعين موقع صدى البلد.